جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول فتاة عقد عليها خطيبها العقد، في هذه الحالة هل يعتبر العقد بمثابة زواج وتجب عليها طاعته في كل أمر، أم بماذا توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. إذا تم العقد بين الزوجين بشروطه وأركانه فإن الزوجة تصبح مباحة للزوج بعقد النكاح، تكون زوجة له. فإذا طلب الدخول بها وتمكينه منها وجب ذلك، إلا إذا كان هناك شرط أو مانع شرعي يمنع من الدخول مؤقتا فإنه ينتظر زوال المانع. نعم.